السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسبة ملء سدود شمال المغرب: لقد حققت السدود والأحواض الشمالية للمغرب نسبة ملء تقارب 40% بحوض اللوكوس و 36% بحوض سيبو إلى حدود تاريخ يوم 11 فبراير 2024. حسب الوضعية اليومية لسدود المغرب المنشورة بموقع وزارة التجهيز والماء والمديرية العامة لهندسة المياه، وحسب التوزيع التالي: سد شريف الإدريسي تطوان 84%، سد بوهودة تاونت 87%، سد ودرمل فحص أنجرة بنسبة 75%، سد أسمير تطوان بنسبة 78%، سد شيفشاون تطوان ب 90%، سد ود المخازن العرائش ب 59%، سد الوحدة طاونت وزان 39%، سد ابن بطوطة طنجة ب 30%، سد أسفالو طاونت ب 41%، سد محمد بن عبد الكريم الخطابي الحسيمة ب 19%، سد دار الخروفة العرائش ب 14%. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. أتمنى الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم.